معلش معلش دوري تاني يا ست، دوري تاني لو سمحت، انا هرضيكي، دوري تاني بقى. ماشي معلش، خديني على قد عقلي ودوري تاني. ها قلنا المكتب ده ما تقعدش عليه، فيه ايه؟ تكلم مين؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. رقم واحد صاحبي كل ما اتصل بيه بص بيرد ويقولوا ايه؟ الهاتف الذي طلبته خير. يهبل، ده كمبيوتر يعني لا هيسمعك ولا ينفع يرد عليك. يهبل دولا، هو الكلام ده علينا برضه يا دولا؟ دول سامعينه منفضين يا دولا، يعني اشمعنى لما الرصيد بيخلص تلاقيهم فريره كده بيردوا ويقولوا لقد نفذ رصيدكم يا رمزي؟ يا رمزي؟ اه يقول لك يا رمزي؟ عارفك يعني بشكلك كده بغباوتك. يا لا ده كمبيوتر يا اهبل، مش هينفع اساسا ارد عليك، بطل عبط خلاص. ايه معلش يا دول، اصل ما نمتش من امبارح كده، عندي حاله قلق. قلق؟ لا هي قلق ولا هي ارق، دي حاجه ما شاء الله. انا مش قايل لك يا اب لو ما عرفش تنام تعد من 1 لـ500 ما بتسمعش نصايحي ليه؟ يا دول اسكت، ما انا سمعت نصيحتك يا دول وقعدت اعد لغايه 120 قبل ما ادخل 121، لقيت نفسي هروح في النوم. طيب كويس. لا ما انا قمت بقى في وقت كده بقى وغسلت وشي كده وشربت كوبايه شاي عشان اكمل بقى لغايه 500 زي ما انت قايل لي. قال لا وانا عيله دول، يعني هرجع في الاتفاق اللي اتفقته معاك. اه لا فعلا ده كان اتفاق رجالة فعلا. زبون زبون، مفيش شغل مفيش شغل النهارده اجازه. زبون دولا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فن. اتفضل. ده خبير يا زلمه. تمثال. ايوه حضرتك فرعوني. اللهم صل على النبي، مع حضرتك احنا بازار يعني. بكام التمثال ده؟ حضرتك عشان خاطرك وعشان العدسة اللي في ايدك دي يعني بـ100 جنيه. ايه؟ 100 جنيه؟ اي ما ينفعش بـ10 جنيه؟ حضرتك انا هنفع حتة منه اساسا يعني. ما ينفعش خالص. لو حبيت حضرتك احلف لك كمان اقول لك لا والف لا. لو تحب حضرتك تفاصل في الالف لا دي تخليهم مثلا 750 لا ولا لا 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 خليهولك. ايه الزبون الغامض ده يا رمزي؟ الحمد لله مشي، مش عايزين نبيع. ونظراته كده عجيبه، انا خدت بالك؟ اه قاعد يبص لي كده كده. بقول لك ايه، شيل التمثال ده من على الوجه كده، حط لي اي تمثال رخيص وظبط لي بقى، ظبط لي حته. اشتغل اشتغل عشان نجذب زباين يعني. نجذب عليهم. اه اشتغل اشتغل. دولا ايه؟ الحق الزبون المسرف، بص نسي ايه؟ ده ايه ده؟ طب ما تلحقوا يلا. شوف كده يمكن فلوس ناخدها ولا حاجه ونقفل المصاعب بقى ونصرف. ايه ده دول؟ دولا دولا، هو ايه اللي في ايدك ده دول؟ ها؟ لو قلت لك يا رمزي ما تجريش. انا ايه اللي هيخليك؟ ايه دي؟ يعني تقدر تمسك نفسك وتستحمل الصدمه وما تتحركش خالص، وممكن تاخد دي مثلا وتحضنها. ايوه يا دولا قول لي ايه هي دي؟ دي قنبلة يا رمزي، قنبلة رمزي. ولا رمزي رمزي، طب اجري يلا اتحرك يلا، اعمل اي حاجة تبين ان انت لسه عايش. رمزي خد، طب امسك دي، طب بص العب في رمزي رمزي. ايه دي بقى؟ قلت لي ايه؟ بقول لك قنبله يا راجل، خضتني يا دوله. ايه 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 ده؟ في قنبله تانيه يالا. الله، عامل حسابي في واحده يا دول. استنى كده اشوف يمكن في صاروخ ولا حاجه. اهو مفيش حاجه يا دوله تاني. كده احنا معانا قنبلتين يعني. ايه ده؟ فاكرين ان احنا هنخاف يعني من قنبله هنا ولا هنا؟ فاكرين هنخاف؟ انت خايف يا رمزي؟ انا لا يمكن اخاف ابدا يا دول. من الكل؟ لا يمكن اخاف ابدا يا دول. على
فكرة أنا لو كنت عايز أجري كنت أجريت، بس أنا مش عايز. سلام. ما أنا مش عايز أدولة. اجري 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 اجري. إيه مش عايز أجري أنا أدولة. جدع يا رمزي، جدع يا رمزي، إن أنت متخافش. هما أساسا يعني عايزين يخوفونا، بس أهو ده أنت نفسك ما أنتش خايف ولا إيه؟ بص بقى أدولة بقى، أنت تاخد قنبلة وأنا أخد قنبلة يا عم. ماشي يا عم، انا هختار دي. والله ما عزهم عليك الاثنين، خدهم الاثنين يا رمزي. ربنا يخليك لهم دول، هاخدهم الاثنين. سيب سيب سيبهم خالص. سيبهم خالص. استنى، انا واحده وانت واحده. يا دول اسمك العدل يعني. اوعى تخمني. وانا هاخد. ايه ده دولا؟ ده انت ضحكت عليا يا عم. انت مديني القنبله الصغيره وانت واخد القنبله الكبيره. دولا يا ادم، انا الكبير يا ادم، فانا اخد الكبيره وانت الصغير تاخد الصغير. ده اسمه العدل يعني. لا يا دولا، ده مش عدل، ده ظلم بقى ده. تمام سعادتك يا فندم، كله تمام. مع الف سلامه يا فندم، مع السلامه. تمام يا فندم، في واحد اسمه عادل سعيد منتظر حضرتك بره. عادل سعيد اللي عنده بازار في المنطقه عندنا هنا. اتفضل دخله. اتفضل يا استاذ. صباح الفل يا باشا. اهلا 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 استاذ عادل. زي صح. اهلا بحضرتك. الله يسلمك. اهلا اهلا، بقالك كتير ما شرفتناش يعني. خير؟ لا خير ان شاء الله، وعشان بقالي كتير ما جيتش لسيادتك ما رضيتش اخش يعني وايدي فاضيه. اتفضل سيادتك. كتر خيرك والله. ايه دي؟ سيادتك يعني دي هديه بسيطه، يعني حاجه بسيطه خالص. دي قنبله يا باشا. قنبله بالكنافه والعسل. لا لا لا، عندي شكر والله، ربنا يخليك. لا كنافتي قنبله بحقها حقيقه يا باشا، اهي بالتايمر بكل كل حاجه. هات لي خبير مفرخات بسرعه يا ابني. خليهم اتنين يا باشا. صح، زياده الخبير خبيرين. خليهم خبيرين. بس اشمعنى خبرين؟ اصل في قنبله تانية موجوده في البازار سيادتك، يعني فهيبقى واحد بيفك هنا وواحد بيفك هنا. سيادتك قنبله تانية؟ ده انت جاي تصلحهم بقى. في ايه حضرتك داخل عليا بقنبله ولففها لي لفه هدايا كانك داخل عليا باتنين كيلو فاكهه، وشويه تقول لي قنبله تانية؟ خير؟ ما القنبله التانية دي بقى يا باشا سيادتك تتفكك هناك في البازار. ليه بقى؟ عشان الشو الاعلامي والشرطه وهي بتفك سيادتك، غير اما بتفك هنا. الفك في الاسم غير الفك جوه البازار نفسه سيادتك يا باشا. ده عشان الشو. طبعا طبعا طبعا. ونبعت نجيب سياده المحافظ ونائب سياده المحافظ ونفتتح القنبله مع بعض. انت مش ممكن، انت مش معقول، ده انت مش خايف. الحقني يا ابني بالخبير بسرعه. الخبيرين خليهم ثلاثه، يمكن نقابل قنبله في السكه. يا ترى يا هل ترى هتنفجر امتى بقى يا امور؟ طب بقول لك ايه، احنا نعمل اتفاق، انا هعد من 1 ل500 وبعديها بقى تقومي قايله بوم. لا بس انا عمري ما كملت ال500 وهنام في النص، انا عارف. خلاص احنا نستنى بقى دوله لغايه لما هو يجي بقى ويتصرف. ابو الربوع تعال هات حته. عامل ايه؟ جبت الكوكتيل؟ جبت لك كوكتيل اهو يا ابو. يلا حطه جنب القنبله ده. هي ايه القنبله دي؟ ايه ده؟ دي قنبله رمزي. ايوه يا سيدي قنبله. ايه مش مصدق؟ اقعد هنا اهو لغايه لما تنفجر عشان تصدق. لا يا عم تنفجر ايه؟ طب عدم المؤاخذه يعني استاذ عادل فين؟ لا ما راح بقى مشوار بالقنبله التانيه كده وجاي في السكه يعني. هو انتوا بالله عليك بتتاجروا في القنابل؟ صل على النبي، هو القر ده بقى اللي جايبنا لورا. ايوه يا سيدي قنبله اهو. والله العظيم ما بحسد يا عم. بقول لك ايه، طب انا عايز اقصدك في خدمه. ينفع اخد القنبله دي اروح بيها القهوه اوريها للمعلم ده؟ هيحبها قوي، مش بعيد يفجرها في نفسه. لا يا سيدي لولا يزعل مني قوي. بص روح هات المعلم يجي هنا هو البازار يشوفها بقى بنفسه. تمام يا باي. هوا هوا يلا خد البتاع. مش فاهم خبير المفرقعات ده اتاخر كده ليه. مساء الخير يا حضره الظابط. مساء النور. هي القنبله في اي منطقه بالظبط؟ منطقه ايه؟ منطقه المكتب اهي. اتفضل حضرتك. ايه اللي جابها لك هنا حضره الظابط؟ انا يا فندم سيادتك حضرتك، انا بشتغل دليفري قنابل بعد الظهر. انا جايبها. انت مش ممكن، انت مش طبيعي، انت مش فاهم، دي قنبله. انت ليه بتتعامل معاها على انها كنزايه؟ احنا هنهرج ولا ايه؟ لا احنا هنفكك. اسكت لو سمحت، اسكت لو سمحت. حضرتك دي قنبله، في قنبله تانيه عند البيه في البازار تقريبا، دي عينه من المتفجرات المنتشره عنده. يعني ايه يا حضره الظابط؟ خلاص احنا نسيب القنبله دي للخبير التاني يفككها ونلحق احنا القنبله اللي في البازار لو سمحت.
هي القنبله اللي في البازار زي دي بالظبط ولا مختلفه عنها؟ لا مختلفه طبعا. انا حضرتك القنبله دي بتاعت انا، الثانيه بتاعت رمزي، تلاقيها اصغر وتاثيرها اكيد عادي يعني. طب معلش ممكن تشوف لي قنبله ميديم على قدي بس تكون سبعه مش حوض عشان الحوض بيخنق. انت فرحان جدا جدا. مازو حبيبي، المتدربه اللي انت هتدربها مكان سعدون واصله بقالها ساعه، انا بثق فيك، انت الوحيد من كل الموظفين اللي موجودين هنا اثق فيه ثقه عمياء. ده سبب، وفي سبب تاني ان مفيش اي موظفين هنا غيري اصلا يا استاذ زعيتو. بس انا الصراحه يعني انا صاحي النهارده مش في المود خالص ومش قادر اشتغل بصراحه. كلنا بنفقد هذا الشغف، بس مش من ثالث يوم شغل. لا وممكن يحصل من ثالث يوم. يا دي انجي، انا الشغف رجع لي. روح بس بلاش شغب. بلاش امشي يا استاذ زعيتو. ايه ده؟ اوكي ده ايه النهار المليء بالعسل ده؟ استاذة انجي، انت استاذ مازو؟ اه. امال فين استاذ سعدون؟ رفضناه طبعا. سعدون حد يسال عن سعدون؟ طب انا كنت اخدت معاه 6 حصص سواقه والمفروض دي كانت اخر حصه. لا بصي، اول حاجه هنتعلمها النهارده هننسى كل حاجه خدناها مع سعدون وهتبداي معايا من الاول. من الاول؟ طب انا هاخد وقت قد ايه عشان اتعلم السواقه؟ يعني بالحلاوه دي 6 شهور. 6 شهور؟ ليه؟ مكتوب في الاعلام بتاعكم 20 ساعه دراسه وتعليم السواقه. ايوه، ما انا الحصه بتاعتي 3 دقائق، ف 3 دقائق على 6 شهور حوالي 20 ساعه. لا بس 3 دقائق في 6 شهور اللي هم 180 يوم ما يعملوش 20 ساعه. انت حسبتيها بجد؟ ايه الغتاتة دي؟ انت حسبتيها هجري ولا ميلادي؟ لان خلي بالك الميلادي ما فيهوش اجازات خالص، انما الهجري فيه مولد النبي. انت بترغي كتير، اللي انت مش عايزه تعلمي السواقه. يلا تعالي اتفضلي. سوري انا ما حسبتهاش. والله احلى سوري سمعتها في حياتي. يا مازو، انا هخش موسوعه جينيس، هبقى اول واحد علمت البسبوسه السواقه. وانا هبقى اول واحده تقتل جوزها قدام البسبوسه. شيماء، ده انا هنفخك. هو ده الشغل؟ بتظبط العميله؟ بظبط ايه يا شيماء؟ انت فهمتي غلط. ده بجاملها بكلمتين علشان التقييم في الاخر. تقييم مين يالا؟ ولا تسوقت تاكسي ولا ايه؟ وبعدين تعالى لي هنا، اللي بيجامل يا حبيبي بيجامل من ورا اللي قدامه مش في وشه كده. ازاي يعني؟ وانا مش لازم اتمرن على المجامله اللي هقولها عشان اروح اقولها قدامها صح؟ وبعدين انت فاكره انجي القمر دي حلوه؟ انت احلى منها بكتير بجد يا مازو. طب احلف. احلف واخش النار؟ طب قدامي على البيت احسن، وديني اجيبها لك من شعرها الناعم اللي فرحانه بيه ده كده ومخبطه في الارض. شيماء دلوقتي افرضي اللجنه بتاعت المنحه بتاعت كريم جت هنا عشان تشيك عليا، يلاقوني ما بشتغلش وتضيع على الواد المنحه ويبقى الواد في محنه. امشي يا شيماء، امشي، ربنا يهديكي. ماشي يا مازو، ماشي. يا لهوي على الكابوس. يلا يا لهوي على القمر. يلا يلا اتفضل. يتربى في عزك يا مستر وسيم. حبيبي اتفضل. الف مبروك يا استاذ وسيم. الف مبروك يا مستر وسيم. ربنا يخليك يا حبيبي. معلش عامل دايت. من دايت؟ اتفضلي يا مستر اسراء بقى دوقي، وصلنا المدام عندي طلعت حامل. الف الف مبروك. بس لا متشكره قوي. لا ما ينفعش، ده المدام محلفاني كل الاكل ده لازم يخلص. معلش بس مش طايقه ريحه الجبنه، حاسه هرجع. اصل انا حامل. معقوله؟ ده ايه الاخبار الحلوه دي يا جماعه؟ مس اسراء طلعت هي كمان حامل. الف 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 مبروك. الف مبروك. الف مبروك. اتنين في نفس اللحظه عملوها تلاقي دول. يا سلام، الاخبار الحلوه كلها في يوم واحد. انا كمان عندي بنت المدام حامل. مبروك. معقوله؟ ده الاخبار الحلوه كلها فعلا بتيجي في يا جماعه. بنت المدام عند مستر بسيوني طلعت هي كمان حامل. الف الف الف, ألف, 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 ألف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. انتوا بتباركوا لبعض ليه؟ المفروض تباركوا لي انا. الف 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 مبروك. ثلاثه في نفس القعده، اللهم زيد ويبارك. الحمد لله. مش اسراء صحيح ما قلتلناش انت في الشهر كام؟ لا انا لسه اول اسبوع. انا كان ليا بس طلب صغير قوي عند حضرتك يا مستر وسيم. انا وجوزي كنا اتفقنا لو ينفع يعني اخد اجازه طويله الامد من غير مرتب. اجازه؟ لا اعتبريه بقى رفض مش اجازه. فهمي جوزك يا مدام انك شغاله في مكان حساس جدا. ايوه يا فندم، بس لو على الايس كريم ممكن الاطفال تستنى. اطفال؟ كان ممكن حضرتك وجوزك برضو تفكروا شويه قبل ما تجيبوا اطفال للعالم ده. ايوه يا فندم، بس انت مش مدرك تعب الحمل واريافته. يعني ايه مش مدرك تعب الحمل؟ بقول لحضرتك المدام عندي حامل، انا قاري كويس قوي عن الامومه والطفوله، وعارف ان وجع الحمل ده بيجي قبل الولاده تقريبا باسبوع، قبل كده بتبقى حاجه اسمها سهوكه، ليها طبعا اسم بالانجليزي انا مش متذكره دلوقتي. من غير اقطع حديثك يا فندم، هي فعلا البكريه بتتعب قوي في الشهور الاولى للحمل،
علشان كده لما بتبقى نفسك نفسي انا مش عايز اسمع نفسك انت خالص فاهم اخرس في الاخر بتطلبوا من المساواه سترونج اندبندنت وومن اتفضلي تعالي بره ما تعيطيش عيط بقى ما تعيطيش لو سمحتي عشان النونو هرموناتي كده بقى هعيط اتفضلي اتفضلوا انتوا كمان هرموناتي كده انا كمان اتفضلوا يلا عشان الهرمونات ما تجيش علينا ايوه يا مستر جميل مع حضرتك ايوه يا اكسلانس انت نايم على ودانك لا بقالي ثانيتين بنام يا فندم انا رديت على حضرتك اهو وبعدين لا اسمعك يا حمار بتضحرك دلوقتي على الفيلا حالا حاضر يا اكسلانس هاجي على الفيلا يا ما شاء الله يا ما شاء الله ساعه بناديلك يا وسيم تيجي يا سلام ما ارتاحت قاعده في الجولف كار مفخده صباح الخير يا اكسلانس صباح الزفت يا اكسلارج طب ليه؟ طب ما حضرتك عندك حاجات ممكن اتريق عليها بس انا معلش بفصل ها؟ افصل ما علينا واضح انك مش شايف شغلك كويس انت مش سامع المزيكا الصاخبه اللي جايه من الفيلا اللي جنبنا الحفله دي بقالها يومين انا مش عارف انام وكمان الهانم مش عارفه تنام وانا ما صدقت خمدتها فابوس ايدك ما تخليهاش تصحى فرقنا ايه عن المناطق الزباله اللي انت قاعد فيها ايوه طبعا احنا نيجي ايه جنب حضرتك احنا ناس على قد حالنا اها بس مصير اعزمك على الغدا في المنطقه الزباله اللي انا ساكن فيها واكلك اكل اقسم بالله اكسلانس لا تاكل اكله كفايه افصل افصل عموما مش وسيم السريت اللي يحصل قلق عنده في الكومباوند والمدام مش هتصحى اتمنى ولو ما صحيتش للابد ليك الحلاوه قصدك ايوه قصدي لا لا افصل افصل لا لا افصل ايه دي حلاوه حلاوة كبيرة كمان يا جميل ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده جاي من الفيلا اللي جنبكم؟ لا ده جاي من جوه الهانم صحيت صحيت يا وسيم اجري انت يا وسيم اجري حاضر يا حياتي بيحلوها بيحلوها يا رب ما تكونش سمعت الاتفاق ما ترد عليا يا جميل حاضر يا حياتي لو سمحت ممكن نقفل المزيكا دي ليه هتغني كاريوكي ولا ايه يا ماو ماو طب يا ماو هات المايك ناو ناو اه ناو وما تسالنيش هاو انت هتعرف معايا يلا لقيت يا جماعه بعد اذنكم هنضطر نوطي المزيكا شويه لانها معديه ال 20000 دي سي بل وده الليمت بتاعنا في الكومباوند شكرا ثانيه واحده فين يا دود مالك لا انا ما اسميش دود اسمي وسيم السريتي انا هكتفي المره دي ان انا احذرك كده وما تلومنيش على اللي عامله فيك بعد كده انتراي وسيم السريتي اتفضل كويس انك جيت قبل ما اخلص التي باك بتاعي اوامرك اتنفذت يا اكسلانس تقدر حضرتك دلوقتي تحط دماغك على المخده وتنام انت والمدام اتمنى ده لو ما عندكش ضمير يأنبك بقى قبل ما تنام أصل إحنا في المناطق الزبالة اللي إحنا ساكنين فيها عندنا ضمير بيأنبنا قبل ما ننام خلاص خلاص يا جربوع ما تقلبش عليا المواجع عموماً العيال اللي جنبنا في الفيلا لو عارفين إن في مدير شاطر وليه هيبة كانوا عملوا لك اعتبار لكن إنت هفأ وهزق أتمنى الحادثة دي تخليك تفوق لشغلك في الكامباوند إيه؟ إنت عارف يعني إيه كامباوند؟ يعني إيه كامباوند؟ كام يعني كام وباوند يعني جنيه يعني شوف انت عايز كام باوند عشان تسكن في فيلا زي ديت مع السلامه سلام يا جربوع يا فقير فيو غبي كنت بتقول حاجه غني اه كنت بقول غني قولها تاني غني قولها تاني غني قولها تاني غبي شكرا غبي عايزك يا انسه انجي ما تخافيش من السواقه لان السواقه محتاجه قلب ميت قلب فاضي قلب عايز ينسى ماضي نعم لا مفيش يوه لعبة رنت وشك حلو جدا نتمنى انكم تكونوا جاهزين للمهمة الجديدة المهمة اسمها اكس او دلوقتي حد فيكم يختار اكس والتاني يختار او انا مقاساتي كلها اكس هختار اكس اكيد يبقى انا او اللي اختار او مطلوب منه انه يوافق ويقول حاضر على اي طلب او اقتراح يتقاله من اي شخص وينفذه اما بقى اللي اختار اكس مطلوب منه انه يرفض اي طلب او اقتراح يتقال له
ويقول لا، وما يخلوش يتم بأي طريقة. ومطلوب منكم إنكم ما تقولوش لباقي الفريق على المهمة، وهي فرصة حلوة، اللي هيكسب فيكم ياخد 1.5 مليون لوحده. يلا انجوي يا لعيبة. كملها لو كملها لو اوه العب يا مياموري، العب يا حبيبي. على فكرة لو كسبتك هتعزمني على كازوزة. كازوزة؟ ده انت لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك حبيبي. الواد هو بيوش. اصحى لا يغفلوني. صاحي جاري يا عم حمادة، ده سادس واد تقش بيه، ما ترحم نفسك شوية. فيه يلا انت اتجننت ولا ايه؟ وبعدين العيال عزوي واني حظي حظي كده محظوظ. يا سبحان الله الواد السابع جه على السيري. لا سبحان الله. بقول لك يا ريس، ايه البنت اللي قاعده عندنا في الفيلا دي قاعده بتعمل ايه؟ ما هو انت عشان غبي مش فاهم حاجه. البنت دي يا جماعه يعني بعد ما خبطتها بالعربيه مش فاكره اي حاجه، فاني قلت استغلها لان حسيت ان البنت دي بنت ناس، لما اهلها يظهروا هنطلب فيها مبلغ كبير. ايوه بقى. بس بقول لك ايه، ايه وديها في مكان امان لحسن تفكر تهرب ولا حاجة. أمان الأمان ماشي. بس بقولك يا كبير، يعني انت يعني كده مثلا يعني هتطلب يعني فدية قد ايه؟ يعني بقى نتنك بقى. ايوة طبعا. يعني 5600 جنيه. 5600 جنيه؟ وحساب انا والرجالة. هو انا عمري كلت عليكوا حاجة؟ ده انتوا حبايبي. خد في قرطك وانت خد في مناخيرك وانت خد خليها مفاجأة. ايه يا جزمة مش تحاسب؟ ايه ده؟ جا فيك ايه؟ اه هتلاقيها وارمل. لا ما جاتش في الوردة، جات هنا. عايزة ايه يا بنت؟ كنت عايزك في موضوع كده. موضوع ايه؟ انا مركز مع العيال اللي انا قزمة على سن ورمح. التلات عيال دول ينصبوا عليا وياخدوا 10,000 جنيه. معلش يا حبيبي، بص لو انت اللي فارق معاك بس الفلوس فانا بقى جايلك بحته فكره مشروع هتجننك. ايه رايك يا جزمه لو انا وانت نفتح كوافير في الحاره؟ اكتمك وقبيله. اسمع بس، ده هيرجع لنا كل الفلوس في خلال شهرين. يلا انطر يا بنت. خلاص خدي القوافير. عدل ينتقم. اخرس يا حيوان واسمعني، لازم تلاقوها. دور على البت صاحبتها اللي راحت معاها الحفلة الزفت دي وما رجعتش، وقرروها. أنا صفة القلوب أبو عوف، أنا خليت رجالة السوق كلهم عيال. أنا ما يتلويش دراعي، واللي يحاول يلويه حشويه. صافو حلمي. عايزة ايه انت كمان؟ في تلاتة بنات مين بيسألوا على سيادة بالر. بني ادمين؟ ليه لهنا اللي كانوا بيسألوا عليا قبل كده ده فاضع ولا ايه؟ جاي على سن الناس النازين. بنتي؟ وريهم لي فين؟ تعال. بروسلي انا مش مصدق نفسي ان انا شايفك، ده انت حلم حياتي. بس انا كنت فاكرك ان انت مت تطلع هربان في شبرا مانتي هنا. يا ابن العفريته طبعا ما يعملهاش الا بروسلي دي. انتوا كنتوا معاها في الحفله؟ ايوه كنا معاها، وكانت بصراحه يعني حفله مسخره، وكانت كلها مليطه وبنت سعادتك. ما تقول بقى يعني بنت سعادتك هو هيكمل يعني، كانت عامله زي الربع جنيه الفضه وسط الميتينات، ولا حد كان بيعبرها، ده حتى الفجر ده قالت انا كده اتاخرت يا جماعه. انا اصلا مش عارف ازاي تودي بنتك الاماكن دي، ايه التربيه الواطيه دي؟ كانت رايحه عيد ميلاد واحده صاحبتها. ثم انتوا جايين ترجعوا لي بنتي ولا جايين تدوني دروس في التربيه؟ احنا جايين ناخد المكافاه. نعم. انت مش قلتي اللي يرجع لك بنتك هتدي له 1,000,000 جنيه؟ وادينا لقيناها. طب وفين دي؟ ما احنا هنديك العنوان بس انت ادينا الفلوس عشان لسه نقعد نعد الفلوس. اصل الاغنياء دول يالا ساعات بيسرقوا 10 15 جنيه في النص. ما احنا قاعدين مع الاغنياء اللي بيسرقوا. ولا انت وهو 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 اشمعنى هو وهو كمان؟ ايوه. ولا ايه دي طلعت بتحبي؟ ما تخافش الترابيزه طويله مستحيل توصل لنا. يا جدعان ده احنا في بيت الزواحف ولا ايه؟ اقسم بالله وحياه بنتي لقطع لحمكم حتت وافرم
ماما وارمي لي كلاب الساكة مش كلاب اللي برا. لا بقول لك ايه، ماشي يا بروسلي. واحد فيكم كلمني بس. حضرتك انا اللي هتكلم، انا كونه العقل المدبر للشباب دي. ولا ممكن اجيب لك العنوان. وانا هاجي معاك والله ما في حاجه تاني والله. كده بقى انتوا هتيجوا معايا المكان الغريب اللي انتوا موديني فيه ده. ما هي بنتك هي اللي بتيجي اماكن عجيبه، بتسالينا احنا؟ بنتك سافله يا طنط. اخرس رجلي وجعتني صحيح. اسكت 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 يا ابني اسكت معانا واحده. رجلي ايه ده؟ اهي الفيلا اهي. ايوه خش اشمعنى يا عم خش. على فين يا جدع انت وهو؟ خبر ايه؟ شكلها حفله تنكريه. هو انت بواب بجد ولا عامل بواب؟ ايوه يا عم انا بواب بجد. ما انت شايفني قدامك بواب بلاستيك؟ انتوا تبع مين؟ احنا تبع اللي مشغلينك يا ابني، خش ندوب بدل ما نطردك من هنا. انتوا بترجعوا كتير كده ليه؟ بنتي نادين فين؟ تعال تعال هنا، ما تخافش مني. اخاف منك ايه يا دي هفج؟ هفج؟ اقول لك ايه يا عم انت والنبي ما تفضحناش، احنا تبع حماده بيه بني. حماده مين بيه بني ديت بتاعك اللي هتقول عليه ده؟ خلصونا، انتوا تبع العريس ولا تبع العروسه؟ عروسه وعريس؟ هي بنتي نادين بتتجوز؟ الراجل ده شكله ضارب حاجه من الحفله ومروش على الباب مش فاهم هو بيعمل ايه. عمي والله ما ضربت حد. الفيلا دي صاحبها في استراليا وانا قاعد هنا مكانه، ومرات تتأجر افراح ومرات تتأجر احزان. انا قلت من الاول انكم عيال حورتجيه، انتوا هتقروا لما غطاسكم في برميل المبيدات. انتوا تنصبوا عليا انا يا صراصير؟ الله يحبك يا هاني، احنا عمرنا ما ننصب على حد. انا هكلم لك حماده بني دلوقتي. قال ننصب ايه؟ سوبر ماركت عباد الرحمن، امر يا فندم. حد عايز حاجه من السوبر ماركت؟ عايز بطاطس. سوبر ماركت يا حبايبي، ده انتوا طلعتوا غلابه خالص. انا شكلي كده ظلمتكم. انا اسفه ان انا احتديت عليكم في الكلام. يلا يا حبايبي يلا تعالوا معايا في العربية. ايه ده بجد يا طنطة؟ تفسحيني في العربية الحلوة دي؟ من عيني يا روح طنط. اللهم طنطة طلعت كيوت اهي. يلا 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 بينا. يلا يا حلوين. فسحة فسحة فسحة. تعرف اللي برش على من تاني اعدادي؟ ايه يعني؟ لا والنبي والنبي ولا بنخاف من الدنيا بحالها. انت هتغني جوه القفص؟ كنت فين وهي بتدخلني؟ قول لك اهو. لا والنبي والنبي. وديني هتشوفوا صفوة القلوب هتعمل فيكوا ايه؟ ايه الاسانسير؟ كانه اسانسير يعني. زي الاسانسير ولا يهمنا. خلاص كفايه كفايه كفايه. بصي ضحكي والنبي كفايه كفايه كفايه. كفايتك على الزميلات كفايه كفايه. عايتك على ايدي يا عم. اقعد بقى بقى انتوا يا عيال يا سيس، فاكرين انكم تقدروا تنصبوا عليا انا؟ الله يحبك يا هاني، احنا عمرنا ما نصبنا على حد، احنا قلنا لك كل اللي نعرفه. هتموتي. اختاروا نوع العذاب اللي تحبوه. برميل مبيدات، كماشة حلمات، كهربانات. طب وليه القفش خانات؟ حضرتك لو شغلت لنا خليل كوميدي هرموت من التعذيب. لا انا عايز كماشة الحلمات. كلما ضاقت حلماتها فرجت يا شريهان، وحياة القطة السودا اللي انت لابساها دي لو خرجت من هنا لانا دفنك مطرح ما انت واقفة. انت بالذات هيبقى لك معاملة خاصة. هاتوا كلاب. لا والنبي ابوس ايديكي بلاش كلاب، حرام عليك. ده احنا سيبنا الطيارة وسيبنا شغلنا وسيبنا كل حاجة في الدنيا عشان نرجع لك بنتك، يبقى هي دي جزاتنا. بجد كده شكلي صدقتك. انت جبت ورا عشان خفتي من حورس بروسلي؟ سامحوني يا ولاد، بس انا برضو ام. سامحوني يا ولاد، انا شكلي اتسرعت في اللي انا عملته. بص يا مدام صفوت باشا، الصبح مش هيطلع او الليل او يومين او اي حاجه غير وبنتك موجوده. وهنسيب لك البلد ونهج كمان. بس تدينا مكافأة. لا وهضاعفها لكم كمان، زي ما عملت مع الرويني لما وقف معايا في موضوع الجمارك. بس ده طبعا قبل ما ارميه في وسط غابات افريقيا
لما سابني وراح اشتغل مع ناس تانية. ده مين ده اللي رميتيه في افريقيا؟ رواني عليا النعمة الجريني كان قاعد امبارح هو وعصام كريكا في كفيف المهندسين. انت كدابة نبي تتلهي. يعني هتجيبوها بجد؟ هنجيبها. طيب افتحي حضرتك عشان نجيبها. طب عايز اخش الحمام والنبي. افتح يا يانج. افرحوا يا جدعان. بقول لكم افرحوا، انا لقيت قنبله في بازار الاستاذ عادل. اتكلم جدل وتهزر يا دحيح. انا هحصر معاك في قنبله. هو انا بقول لك بومب العيد؟ بقول لك قنبله في بازار الاستاذ عادل. ايوه يعني شفتها بعينك؟ شفتها ولمستها كمان. دي نعمه وكواه كلها حنيه. يا اخي الناس الهبل اللي بيحطوا القنابل دي فاهمين اننا كمصريين هنخاف، لكن ده بعدهم كان غيرهم اشطر. لا يا جماعه دي فرصه ما تعوضش، انا هروح اتفرج بقى. يلا استنى خدني معاك يا برنس. يعني هي جت عليا؟ ايه الاخبار؟ القنبلة اسلاكها معقدة جدا ولازم اتعامل معاها بحذر شديد، خصوصا في المرحلة الاولى. المرحلة الاولى؟ وهنقابل الوحش امتى؟ وغلاوه رمزي عايزين اللي هو اغبى حاجه بتمتلكها في البازار. نفسي اتصور سلافي مع القنبله. انت ما تعرفش الصوره دي هتفرق معايا ازاي في السي دي بتاعي في القهوه. اه طبعا نفسك تتصور سيلفي وتوري الصوره للزباين عشان تتمنظر عليهم. انا هتمنظر ورا لهم وقعد اضحك كده ومر. يا لهوي طبعا يا استاذ عادل، وانا كمان اتصور صوره سيلفي مع القنبله عشان اوريها للعيال. استاذ عادل وانا كمان لو سمحت. يا جماعه يا جماعه معلش، الموضوع ده مش سهل يعني، مش كل يوم الواحد بيلاقي قنبله في البازار. ده رزق يا جماعه، اللي عايز يتصور دي فلوس بقى. يعني ايه يعني وش عادي؟ يعني مثلا عايز تتصور وفي خلفيتك القنبله دي بخمسة جنيه، عايز تتصور وانت شايل القنبله بعشرة جنيه، عايز تتصور بقى وانت شايل القنبله لحظه الانفجار عشان تنفجر فيك وفي اهلك دي بخمسين جنيه مثلا. طب بص يا استاذ عادل، خد خمسة جنيه واديني واحده وانا شايل القنبله كده. لا ثانيه واحده رمزي رمزي. هي قنبله فلفل. تعال 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 بسرعه. لا سيب ما تلعبش القنابل. تعال تعال بسرعه. نعم يا دود. عدي عدي عدي. حاضر. تعال بص خد من حته فلوس وشوف اي حد عايز يتصور مع القنبله لم لي. ها ماشي. لم فلوس شغل. يلا شغل. ماشي. يلا شغل. يلا يلا هات فلوس. انت متفق مع استاذه على ام خمسه؟ دلوقتي عايز ام خمسين اللي هي لحظه الانفجار، بس لو طلعت مهزوزه هعيدها يا رمزي. وهات الباقي. لا انا معيش فكه بقى حته. بص انا هديهم للورثه ان شاء الله الفكه. طب انا يا استاذ رمزي معيش الا هم 2 جنيه ينفعوا؟ 2 جنيه والله صعبت عليا. بص ال 2 جنيه دولت بقى حق الوقفه بس. هنا نعم. تاخدوا فيزا؟ بناخد فيزا دولة؟ لا ما عندناش. يلا كل واحد بقى يطلع فلوسه بقى. واحد واحد كله هياخد. واحد واحد يلا يلا بس هات. بذمتك انت ده منظر طفل؟ ومين قالك يا حبيبتي ان ابني طفل؟ ابني راجل وسيد الرجاله. انا عنتر ابن سموله ودرجوله. بس يلا بس يلا معفن يا معفن. انا عايزه افهم حاجه، انت ما بتحموش ليه؟ ها ده منظر سيبيه. ده منظر يرضي ربنا بالفانيلا القذره دي؟ هل انت ما بتحميهوش غلاسه وغتاته علشان مش عايزه تخلصي الشامبو والميه، ولا انت عايزه تعمليه عبره وعظه لاهالي البيت وكل البيوت المجاوره؟ قصدك ايه يا رانيا؟ قصدك ايه؟ قولي بسرعه. عايزه يا ماما يخلوه زي البعبع اللي بيخوفوا بيه العيال. لو ما عملتش كذا يا حبيبي هتبقى عبره زي الواد عنتر ابن صامولة. بقول لك ايه يا حبيبتي، انت وهي اللي عايزه تلقح تلقح على روحها مش عليا، فاهمين؟ نجلادي ورا رجاله، فاهمين؟ بس يا ولد بس يا ولد يا ولد يا سافل. أي بيبي عامل ايه؟ انا كنت بجري ورا عنتر علشان انا قررت ان انا احميه بقوه الدفع. لا 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 مش هسيبه. انا على طول هحضر الغدا بعد ما احميه. انت اتاخرت ليه؟ قنبله. شفتي يا ستي اخره صبري؟ البازار مزحوم جدا، ناس جايه تشتري تماثيل وناس جايه تتفرج، اه وناس عايزه تتصور مع قنبله. انا خايف يتحسد يا راني. طب يا بيبي استنى بس. بص بص اوعى
هتمشي اوعى تعمل حاجه في القنبله لان انا جايه اتصور سيلفي معاها، هخش اعمل شعري على طول والبس احسن حاجه واجي لك. بقول لك ايه، هجيب لك بخور معايا. بقول لك ايه عادل، استنى هو القنبله ديناميتيه ام انها هيكليه المرافق؟ تعالي شوفي بنفسك. هاتي ماشي عادل، هاتي. الو، ايوه يا عادل، اوعوا تفككوا القنبله قبل ما اجي، عطلهم على قد ما تقدر. ايوه عطلهم على قد ما تقدر يا اخي. طبعا يا ماما، انا اقدر ما اسمعش كلامك، هعطلهم ان شاء الله حتى القنبله تنفجر فينا وحد يقدر يعني يعصي الام كلمه. الو، ايوه يا ابو ياسمين، والنبي يا اخويا ما تعملوا اي حاجه غير لما اجيب الواد عنتر في ايدي واجي، احسن من زمان قوي ما شافش مصيبه. ومن زمان قوي ما استحماش برضه. اوعى تيجي. ايوه يا بابا، اوعى تيجي جنب القنبله لحسن تنفجر في وشك، احنا عايزين نحضر الحدث ده معاك. مش قادر يا ياسمين، عندي فضول غريب الشكل يا ياسمين. لا عايز استنى لغايه لما نيجي. ها يوه، خدي هاتي. اوعى تصور مع اي قناه فضائيه لغايه ما جينا، رصهم كده كلهم جنب بعض واستنى لما نبدا مع بعض. ايوه، انا فعلا جالي اتصال من عمرو اديب، من وائل الابراشي، من كذا حد، بس انا ما ردتش على اي حد فيهم، قلت لهم لا مش هينفع اسجل معاهم. الوحيد اللي وافقت ان انا اسجل معاه هو الاستاذ توفيق عكاشه. ليه سجلت معاه؟ ده الوحيد اللي انا جاي عشانه، الا توفيق عكاشه. في قنبله، في قنبله. ساعات الباشا يعني ممكن اطلب من سيادتك طلب، بس يعني محتاجين دقيقه واحده بس يعني سيادتك زياده، الخبير ما يفكش القنبله على ما الناس تتصور معاها سيلفي بعد اذنك. انت هتقلبها لي حفله على شرف القنبله، سيلفي وشربات، ما توزع بونبوني على الموجودين بالمره. موجود البونبوني يا باشا، انا كنت مستني بس لغايه ما يخلص موضوع القنبله وبعدين نوزع بونبوني ان شاء الله على الشارع كله ان شاء الله. ده انت عامل سبوع للقنبله بقى. بقول لك يا استاذ عادل، بعد اذنك اتفضل اخرج بره الشريط عشان نعرف نشوف شغلنا. اتفضل. بس اخرج بره الشريط ايه؟ لا حضرتك، انا محتاج ربع ساعه، ماما راحت مشوار بس وجايه على طول وقالت لي ما تعملوش القنبله ولا تفكوها ولا تفجروها الا لما تيجي يعني. ماما طبعا طبعا طبعا، واتصل بخالته شيرين وخاله سعيد عشان ما يزعلش ان احنا فجرنا القنبله من غير ما نعزمه. استاذ عادل ارجوك، انا متملك اعصابي، اتفضل اخرج بره، خلي الراجل يركز في شغله. سيادتك ما هو مركز وزي الفل اهو، عامل زي الاستاذ نبيل الحلفاوي في الفيلم اللي هو بتاع اريد حل مضايق. مش حضروا الموبايلات، حضروا الموبايلات. مرات عمي، الحمد لله الحمد لله لقيتك قبل ما تنفجر انت والقنبله. ربنا يخليك يا ماما، ولا اقدر افجر القنبله غير لما تكوني موجودين كلكم معايا. دولا بقول لك ايه، انا لميت فلوس كتير قوي، بس الناس معيره كده وزعلانه، دولا لو ما تصوروش دلوقتي مع القنبله يعني هيعملوا اعتصام. اعتصام؟ انت مصر تبوظ اللغه العربيه. اعتصام. بيبي بص بيبي، عاده وابدا وفي كل الاحوال بيبقى في سلكين، سلك احمر وسلك ازرق. بليز دور يا رانيا، مدام فاهمه قوي كده في الاسلاك، ما تفكيها انت يا رانيا. انا غلطانه. التلفزيون جه، التلفزيون جه. ها نحن اعزاء المشاهدين في قلب الحدث بجوار قنبلة وضعها الإرهابيون لكي يخيفوا شعبا لا يعرف معنى كلمة خوف، شعب أبهر العالم بشجاعته. انظروا معي إلى هذا الحشد وكأنهم يحتفلون بالقنبلة. تعالوا معا لنسمع نبض المصريين في تلك اللحظات الحالكة. ممكن تقول لي احساسك ايه دلوقتي وبسرعه؟ صراحه انا وانا من صغري من يعني... صغرك ايه؟ لا انا بقول لحضرتك احساسك ايه، مش قصه حياتك ايه. حضرتك، انا اسمي عادل سعيد، انا صاحب البازار. اوعى ايدك صاحب البازار ده حضرتك. وبعدين يعني انا سعيد جدا ان احنا لقينا القنبله دي، وبنقول ان ما حدش بيخاف الحمد لله، ودي دعوه لكل السياح العرب والاجانب ان هم يجوا لنا وما يخافوش زينا، لان البازار ده ضد الارهاب، والبازار ده يعني زي الفل والحمد لله والله اكبر. دلوقتي لو قلت لك قول لي احساسك ايه في كلمتين تقول لي ايه؟ انا لا لا لا، يعني حضرتك ده مخ اساسا اخطر من القنبله، فيا ريت ما تسالوه. بصي لا 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 لا، بازار الحاج دولا. بس انا مدام الكاميرا بتاعتي، بس لو سمحتي. انا مدام استاذ عادل سعيد اللي هو صاحب البازار، وانا ابن عمه. اهلا بيكي. انا رانيا. اهلا بيكي مدام رانيا. روحتي للكاميرا. لو قلت لك ايه سر انك تيجي تتفرجي على القنبله وهي بتتفكك؟ لان ممكن تنفجر فينا كلنا. بصي حياتك، انت عارفه طبعا ان وراء كل رجل عظيم امراه اعظم منه بكتير جدا واقفه في ظهره، وانه انا ما اقدرش اسيب جوزي في احلك الالوان والاطياف، وانا مش اقل وطنيه من عادل سعيد عشان اجي افك معاه. سيبونا بقى ناخد فرصتنا، انت هتاكلي الميكروفون. انا كمان عايزه
ازيك يا نونو؟ ازيك انت عامل ايه؟ يا جماعه الظابط بيتكلم. ثانيه واحده. اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا. ليه محسس ان القنبله لو انفجرت هنصدع؟ بس يا جماعه لو سمحتم لو سمحتم اهدوا شويه، الراجل مش عارف يشتغل، عايزين نركز شويه ارجوكم. خليه يركز يا جماعه، خليه يركز بعد اذنكم، بس عايزين نحمسه بقى. دول بقى نحمسه. يلا يا باشا يلا يا باشا فك يا باشا فك يا باشا بسرعه يا باشا بسرعه يا باشا سلك يا باشا سلك يا باشا. ما سلو سلو على اي حاجه تطلب مني، ولو الانجي انا كنت كده كده هعمل كده. في حاجه يا استاذ مازو؟ في، انا عايزك بقى تفضلي ماشيه في طريقك طول اليوم وما اشوفش غيرك طول اليوم، علشان ده الحل الوحيد ان انا اكسب. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت ايه؟ انا قصدي المجنونه اللي واقفه في نص الشارع. يا نهار اسود، لما نلاقي حد قصادنا نبتدي ندوس فرامل. ده في العادي دي تدوس لها بنزين. هي مين الست دي؟ دي استاذه شيماء، بعلمها السواقه، بس دي بتسوق تريلات. انزلي. حاضر. شاد ورا. حاضر ورا. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ممكن تفهمني؟ حاضر. استاذه شيماء اصلا انا بعلمها السواقه وفضل لها حصه، وصادف ان حصتها في نفس يوم حصتك، فانا هديكم الحصه مع بعض. طب وانت هتعلمني ازاي وانت راكب ورا؟ عادي يا حبيبتي، يعني هو اللي هيقوله قدام مش هيعرف يقوله ورا؟ ازاي بس حضرتك؟ استاذ مازو من فضلك المفروض تقعد جنبي. اتفضل هنا. حاضر. حاضر عفريتك يا بعيد، اتزف تقعد جنبي هنا ما تتحركش. حاضر. ثانيه واحده حضرتك، المفروض دي حصتي وانت جايه تتفرجي، يعني استاذ مازو المفروض يقعد جنبي. اتفضل لو سمحت. حاضر. اقعد هنا يا شيماء. ما ينفعش ارفض. ليه ان شاء الله ما ينفعش ترفض؟ ليه؟ في حاجه بينكم ولا ايه؟ حاجه ايه؟ انا عايزاه يقعد جنبي عشان يعلمني. ده انا اللي هعلمك علامه في وشك ما تنسيهاش طول عمرك لو ما اتبططتيش وسكتي. اتزف تقعد جنبي هنا. حاضر. وهو هيعلمني ازاي وهو كده؟ مش عارف. طب ممكن حضرتك تمد جسمك قدام شويه؟ حاضر. انت بتتلكك، انت شكلك ما صدقت، ما تروح تقعد على حجرها احسن. حاضر. طب جننت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ حاضر 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 حاضر. خلاص بقى يا اكسلانس، كفايه تهزيق. تهزيق ايه؟ انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هعينك يا بيئه. لو مش عارف تشوف شغلك نجيب حد تاني يشوف شغلك. انا امرتك ان المزيكا دي تسكت وتمشيهم. مشيتهم؟ لا ما مشيوش. خلاص يبقى الهانم هتصحى وهتنكد على ابونا كلنا. هي ازاي لسه ما صحيتش لغايه دلوقتي؟ ما تطمن عليها لتكون ماتت. يا ريت. لو ماتت المزيكا مش هتبقى هناك، هتبقى هنا، وهتلاقيني برقص على واحده ونص. واحده ونص. يلا روح نكد عليهم ومشيهم. لا مش همشيهم. اوعى تكون اتقمصت لما قلت لك يا بيئه. لا انا ما بزعلش منك. خلاص روح مشيهم. لا. لا ايه؟ ما نمشي؟ لا نام. خلاص روح مشيهم يلا. لا. لا ايه؟ لا لا، دي قله ادب. دي قله ادب ووقاحه، وانا هتصرف بنفسي. يا ريت. اتمنى بما انك ما زعلتش من موضوع بيئه دوت، انا داخل جوه عشان اخد شاور يا بيئه. حفله حلوه. بس عامل في شويه هزه بسببكم. بقول لك ايه لو سمحت؟ خلاص خلاص من غير ما تقول هوقف المزيكا. يوه لا يا سيدي ما توقفش المزيكا. معلش احنا اسفين هنوطيها خلاص. يا سيدي خلاص ما توطيش المزيكا. هو انت مش جاي عشان خاطر توقف الحفله؟ يا سيدي لا انا مش جاي عشان خاطر اوقف الحفله، انا كان نفسي طبعا اوقف الحفله، بس باللي انت بتقوله ده ما ينفعش. يعني احنا مش مروحين؟ لا مش مروحين. بنزين واحده واحده. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ بصي قدامك، بلاش تبصي له في المرايه، انا فاهمه الحركات دي، وانت بصي لي انا هنا كده. حاضر. ده انت بجد انسانه مستفزه جدا. انا برضو اللي مستفزه يا خطفت الرجاله.
خطفت رجاله؟ عاجبه كده يا استاذ مازو ما تقول لها حاجه. حاضر حاجه. اسكتي يا بنت بدل ما اجيبك من شعرك. عني يا استاذ مازو بعيد عني. حاضر ابعدي عنها. ايه ده انت كمان بتدافع عنها؟ اه بيدافع عني وهيضربك كمان. اضربها يا استاذ مازو. حاضر. يا نهارك اسود بتضربنا انا عشان خاطر دي؟ انا اسف والله يا شيماء هي اللي طلبت. طب اضربها هي كمان. حاضر. اه انت بتعمل ايه؟ انت اتجننت. انا اسف يا استاذه انجي هي اللي طلبت. ايه هتعملي ايه؟ اتفضلوا انزلوا انتوا الاثنين وما ترجعوش معايا، وانت تقابلني عند مديرك كمان شويه، انا هوريك مين انجي فارك دي اللي بتمد ايدك عليها، يلا. حاضر. يلا يا مجنونه، يلا. حاضر. انجي فرج مجنونه. انجي المقدم يا خي، يا اختي امشي. نيلة. ايه انجي فرج يعني مش اسم مرعب خالص. ايه يا شيماء احنا في الشغل يا شيماء حد يعمل كده؟ انت اللي ايه حكايتك النهارده يا مازو؟ مؤدب وبتسمع الكلام و طب قول لي بحبك كده؟ حاضر بحبك كده. طب خد اقف عندك. حاضر. تعال هنا. حاضر. انزل اعمل استرتشات. حاضر. اقول لك اهرش بايدك اليمين في كتفك الشمال من ورا قفاك. حاضر. دي ازاي دي؟ كده اهو. طب اقول لك انا بقول لك ايه يا شيماء؟ كفايه عشان انا لازم الحق زعتر قبل ما يرفدني بعد المصيبه اللي انت عملتيها. شكلك وراك حاجه يا مازو. ستوب ستوب خلاص ده ايه التهزير اللي احنا فيه ده؟ ما انت طلعت جامد بقى ولا ايه؟ لا انا مش جامد انا عادي. طب بكره هتشوف شخص تاني خالص. اصل هم قعدوا يقولوا لي انت معقدها ومحبكها. هو انت محبكها يا سيدي؟ انا مش محبكها ولا اي حاجه. طب بقول لك ايه، عايز اوريك حاجه. لا انا مش هوريك حاجه. لا مش هوريك حاجه ومش هاجي معاك وانسى خلاص. طب استنى بس هوريك حاجه يا أنا. سيدي مش هستنى، انا هتكل على الله. يلا خلاص انا غلطان، كنت هعرفك على بنات صحابي بس خلاص بقى بلاش. لا مش خلاص بلاش. ايه رايك بقى ان انت هتعرفني على بنات صحابك؟ ها ماشي. ادي ميار ميوره ودي بسمه بسومه، وانا وسيم وسومه، وانا جميل جموله، وانا اسف اسوفه. اسف اسوفه ايه اللي بتعمله يا بهاء ده؟ ان شاء الله بترقص معاهم وتتحنجل. انت اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش. يبقى اتهبل. لا ما اتهبلتش. يبقى اتهبل. ما اتهبلتش. الله انا جيت لقيتها حفله خيريه يعني، فضميري انبني. خيريه؟ خيريه دي تبقى خالتك. لا انا خيريه مش خالتي، انا خالتي اسمها شهنده. طب بص يا ابن اخت شهنده، انت مش ماشي من هنا غير لما تحل المشكله دي. طب ايه رايك بقى ان انا همشي من هنا ومش هحل المشكله دي يا اكسلانس؟ يا ابن رتيبة. ابن رتيبة؟ ماشي. رتيبة دي أشرف منك. رتيبة قال غريبة، أفعاله غريبة ومريبة تستدعي الشك والريبة، ورقصنا جدع. يعني معلش أنا آسف آخر، يعني حضراتكم متأكدين إن هو؟ طيب مسافة السكة. مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. مازو مش ليلتك خالص النهارده والنبي. مازو الدين حبوب الهوى الحلو صاحب صاحب، افرح لي يا مازو. ده طلب؟ ايوه. يا 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 سعدون انا فرحان لك قوي يا سعدون حبيبي يا مازو. انا فرحان لك بجد. انا عارف يا مازو. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ عارف مين اللي اتصل بيا دلوقتي يا مازو؟ مش عايز اعرف. الو مستر سعدون الدين حسين؟ ايوه انا. احنا الاوبرا. الاوبرا؟ ايوه الاوبرا. كنا محتاجين حضرتك في حفله. حفله؟ ايوه عشان تيجي تغني. هغني اخيرا، حلم اتحقق يا مازو، وهغني في الاوبرا. مستحيل يا سعد، انت بتتكلم في ايه؟ مستحيل الاوبرا تسيبك تغني فيها. هم اكيد رفضوا الراجل اللي هو بيقعد الناس في الصاله بالبطاريه ده، وعايزين حد يجي يشتغل معاه. لا 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 مفيش بطاريه، في ميكروفون. خد سعدون ميكروفون. سعدون صدقني هتطلع غلطه. حتى لو غلطة يا مازو، الفنان الشامل لما تجيله الغلطة يقفش فيها وينام عليها. لا أنت بتتكلم على الفرصة، الفرصة هي اللي لما بتيجي بتقفش. لا لا ما ده خطأ شائع. هي الغلطة، أو على رأي الأغنية الغلطة بنت جميلة راكبة عجلة بزبالة. والله دي الفرصة يا ابني والله. اللي بس بقى بس بقى بلا جوجل، ليه مستكتر عليا؟ أنت ليه دايما مفطسني ومحطم آمالي؟ مازو أنا نفسي في مرة واحدة تنفق لي تطبل لي مازو. نفق لي نفسك في العموم ولا ده طلب دلوقتي؟ لا طلب. نفقني دلوقتي حالا. حاضر. طبل. حاضر يا مطرب القرن. الله
حاضر يا هجمة الهجمة يا صوت الشعب. قول كمان الأوبرا هتلعلع بصوتك يا نجم. حلو كده ها؟ جميل ساية. جميل حلو. ممكن حلو. تمشي بقى ساعدونا عشان اليوم ده يعدي والنبي. ماشي خلاص أنا همشي بس بقى بعد عيلين. استنى استنى انت بتقولها وماشي كده. ما هو طلب ده. حاضر بس حدد أدعي لك بإيه وما بين كل دعوة ودعوة قد إيه. ما تسيبهاليش مفتوحة كده. يعني مجموعة دعوات متنوعة بقى على وش القفص كده على ذوقك. وكل بقى ما تفتكرني ادعي لي بقى براحتك. ما أنا فاكرك على طول. ما دي المصيبة إن أنا فاكرك على طول. امشي يا سعدون بقى امشي من قدامي والنبي. وابقى اطمن عليا. بطل طلبات بقى. روح يا سعدون. إلهي يا رب كومبريسور يقع فوق دماغك وأنت ماشي يقسمك نصين. ايوه مظبوط. ايوه سعدون طمني عليك وصلت لفين؟ انا اصلا ما اتحركتش. انا واقف عند العربيه الحمراء اللي جنبك. انا ما كانت في حاجه ولا ايه؟ ماشي روح انا هطمن عليك كل شويه. ماشي يلا يلا في 60 دقيقه تاخدك. استاذ مازو زي تربيع عايزك في مكتبه. انجي بقى راحت وقعدت تعيط له. حاضر الهي ربنا ياخدك يا سعدون. في ايه؟ في ايه يا وسيم بيه؟ مالك قافش على الراجل كده؟ ما تخليه يدخل. الوضع سيء قوي جوه. لا الوضع جوه زي الفل ومفيش حد هيدخل. انا مش عارف ليه اول واحد سالني هو داخل. ما كان دخل على طول يعني. لو سمحت يا استاذ بعد اذنك افتح البوابه عايزين نعدي. لا مش هتدخل ومش هفتح البوابه. هو ايه اللي مش هنعدي؟ في حاله جوه لازم ندخل. لا مش هتعدي ومفيش حاله جوه على فكره. ما تقعدش بقى تلنجر معايا في الكلام. انا مش فاهم. ما كنت تدخل يا حبيبي. انت اصلا اسعاف بتسالني ليه؟ خش على طول. ما انت لو سالتني اقول لك لا طبعا. ايه شغل العيال ده؟ ما تعدينا يا بني ادم. لا مش هتعدي وما تطولش معايا اكتر من كده. اسكت عشان يدخلك والا هيخليك ترفع ايدك لفوق. يا وسيم بيه الحاله جوه حرجه. الراجل اللي اسمه زاهر ده ازاي ده عنده شديده اول مره دي؟ مش عارف زاهر ده يعني مال حظه معايا وحش قوي كده ليه؟ ما حدش هيدخل. ده انت مجنون رسمي. انا هدخل من اي بوابه ثانيه. غبي اقفلي مداخل ومخارج الكومباوند. عربيه الاسعاف ما تخشش. بتعمل ايه يا غبي؟ ما تلف وتخش من اي حته وخلاص. لازم تقولي لازم تشاركني تفكيرك. ما انتش داخل. بفكر بصوت عالي يا اخي. انت بتغير رايك كل شويه. لا انا ما بغيرش رايي. انا كده برج الجوزاء. طب انا خلاص الراجل كنسل الاوردر مش هدخل. خليني ارجع. ايه رايك بقى ان انت مش هترجع وهتدخل؟ اهو اهو اتفضل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في انت مستقصدني؟ انت عندي قوي. معلش اصل انا برج الثور يا سيدي. ايه في ايه؟ قفل بوابات لي يا عجل. انت يكونش بتغسل الكومباوند من جوه؟ لا يا اكسلانس الكومباوند من جوه نضيف وزي الفل. وانا مش قافل الكومباوند على فكره. دي مجرد اجراءات احترازيه كده بنعملها فجاه. عجباني بجحتك. اجراءات احترازيه على عربيه اسعاف؟ لا يا جميل ده استهتار. استهتار بس؟ ده استحمار. ايوه استبغال. ايوه صدق اللي سماك فاشل. انا مش فاشل يا اكسلانس. انا في قمه النجاح. قمه النجاح. وسيم احب ابلغك بكل سرور قدام الكومباوند ده كله انك مرفوض. فايرد. لا انا مش مرفوض ومش فايرد وهكمل شغلي عادي. كمل ايه يا حبيبي؟ مرفوض يعني مفعول به. رافض اللي هو انا يعني فاعل. انت مالكش اي قرار هنا. انا ليا قرار هنا وهكمل اليوم عادي بقول لك. حلو قوي. خليك قاعد وما تدخلش اي حد. انا هبلغ البوليس. وراجل خليك واقف. مش انت راجل؟ لا انا مش راجل. وايه رايك بقى ان الناس دي كلها هتخش؟ اهو اهو اتفضلوا اتفضلوا يلا كلكم خشوا. ياه اخيرا جربوع. هتفضل طول عمرك جربوع. يلا بينا اكلاني نكمل البريكفاست بتاعنا. عاجبني عزومتك. يا باشا لسه ما شبعناش منك. طب ناكل لقمه. للاسف يا بسيوني ما بيتوش من مستوايا. انا ما باكلش بطاطس الا من هولندا. وبعدين البطاطس دي ممكن تعمل لي وجع في المصران الغليظ. طبعا ده اكل بولوروتاريا. يلا بينا يا كلاب. يلا يا كلاب. ليتس جو. حفظ الله حفظ الله سعادتك. نلف ولا نرجع بظهرنا؟ مارشال نرجع بظهرنا. بص استاذ انجي هي الغلطه. اتفضل يا استاذ مازو. ايه ده انت جايب لي ابني؟ انا عملت ايه عشان تعمل لي استدعاء ولي امر؟ عموما انا خلصت العقد واقف على امضتك. بس انت واعي للي انت طالبه ده؟
هو انا واعي، بس هو ايه اللي انا طالبه؟ مش انت باعت العقد مع كريم ابنك ولا ايه؟ انا باعت ما تقول له يا مازو، قول له انك انت اللي بعتني بالعقد. حاضر، انا اللي بعته بالعقد. عقد ايه؟ عقد شغلك الجديد مع انكل زايد. شغلي الجديد ايه اللي معاه؟ وريني كده. اتفضل. عقد عمل بين الطرف الاول مظهر محفوظ اللي هو انا مع مدرسه زعيتر 15 سنه ولا يجوز الرجوع فيه، وفي حاله تقديم الاستقاله او التقصير لكي يتم رفضي، وانا اكيد هعمل كده طبعا، يجب سداد الشرط الجزائي ب 10 مليون جنيه. مع العلم لو بيعت المدرسه او تم تغيير النشاط يلزم مظهر محفوظ بالعمل مع الطرف الثاني استاذ زعيتر الى ان يبلغ سن ال 90. قول يا رب. أنا كده عبد مش موظف. أنا عموماً مزبهل لتمسكك بالشغل معانا. ما أنا طبعاً من فضلك يا بابا، من فضلك قول له إنك متأكد إنك عايز تعمل كده. حاضر، أنا متأكد إني عايز كده. ده أنت بتقولها لي بصيغة طلب، ده أنت فاهم بقى. فاهم قوي كمان. أستأذنك يا أستاذ زعيتر بس ألومه على انفراده علشان نسي يزود بند اللي هو ببوس فيه صوابع رجلك كل يوم قبل الشغل وبعده. لا، اتكلم هنا قدام أنكل زعيتر. حاضر. عرفت منين؟ اصل ما حكيت لي اللي حصل ما بينكم، وانا استنتجت المهمه المره دي. بتلعب مع ابوك الدنيئه يا كريم؟ اصل ده الحل الوحيد عشان تفضل تشتغل هنا واضمن مستقبلي. على فكره انا عملتك معاش كويس في العقد. ده معاش ولا كان اللي يعمل في مازو كده؟ يالا ورحمه امك لوريك. ماما لسه عايشه مازو. هقتلها، هقتلها عشان جابت خلفه زباله زيك. هات القلم. مازو متضايق ولا ايه؟ لا خالص، ده فرحان جدا. تحب اخلو لك يرقص؟ ما ترقص يا مازو، ارقص لحد ما اخرج بره المدرسه وما تجيش جنبي. حاضر حاضر، هرقص طبعا، هرقص طبعا، هرقص غصب عني، هرقص غصب عني، غصب عني، هرقص غصب عني، هرقص غصب عني. سعدون طمني عليك، وصلت؟ طيب يا حبيبي، بدعي لك والله، بدعي لك ربنا ياخدك. استاذ زعتر معلش اتاكد بس ان كريم مشي عشان ابطل الهبل اللي انا بعمله ده. هبل؟ ده انت سوقت سمعه الهبل. مش ولا رب اليوم ده يعدي على خير. بتاعتي ما كانتش تبقى بتطير وطير ومحدش شفتي وخلاص. اهو مستر وسيم، نساله. لا معلش، مش هينفع تسالني، انا مستعجل جدا بعد اذنك. خلاص سوري، معلش اسالك بعدين. لا اتفضل اسال. ما انت مستعجل. لا يا فندم انا مش مستعجل. امال ليه بتقول انك مستعجل؟ انا ما قلتش ان انا مستعجل. يعني انا كذاب؟ لا يا فندم حضرتك مش كذاب، بقول لك ايه، اسال بقى هتزهقني. طب انا هسالك سؤال سريع، هو مش ممنوع اننا نعمل برجولة هنا قدام المدخل؟ لا يا فندم مش ممنوع، اعملها عادي. مش ممنوع يعني اعمل انا كمان؟ لا يا فندم حضرتك ما ينفعش، انا اسف. نعم، اشمعنى انا؟ معلش يا فندم، طريقه السؤال بتفرق حتى في البرجولة. سؤالي وزفت ايه؟ هو انا مش زي زيه ولا ايه؟ لا يا فندم انت مش زيك زيه، انا اسف بعد اذنكم. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ خد هنا. لا مش هاخد حاجه بعد اذنك، اتفضل اتفضل. مش اسراء تعالي هنا. طب ممكن تجي لي انت عشان تعبانه قوي؟ لا مش هجيلك، تعالي انت. اصل انت مش مدرك تعب الحمل وقساوته. لا مدرك وعارف قساوته. طب ينفع اخد اجازه؟ لا ما ينفعش تاخدي اجازه. يعني ينفع اشتغل وانا تعبانه؟ لا ما ينفعش تشتغلي طبعا وانت تعبانه. لا مش فاهم، يعني كده اخد اجازه ولا ما اخدش اجازه؟ مش عارف، دي طريقه سؤال بقى جديده عليا. بقول لك ايه، خليكي في الشغل بس ما تشتغليش بعد اذنك. استنى يالا، انت بتلعب؟ لا انا مش بلعب. قول الحقيقه. لا مش هقول الحقيقة. قول الحقيقة بقولك. لا مش هقول الحقيقة بقولك. انت لما بتكذب بتتهته يا وسيم. لا لا لا، لما بكذب مش بتهته وكده. لا لا، بعد اذنك بعد اذنك وسيم. هو يا زهر بيه، هو ده اللي عطلنا وما خلناش ندخلك على طول. انت؟ انا كنت متأكد انك انت. انت عايز ايه يا جدع انت؟ يا زفت يا زفت، مش انت وعدتنا انك مش هتغلط تاني؟ لا انا ما وعدتش حد بحاجه، وانا ما غلطتش اولاني اصلا. يا بارد؟ لا يا فندم انا مش بارد، انا دافي جدا. مش هغلينك هنا عشان تطفشني صح؟ اصبر اصبر. اخف وارجع لك. حضرتك مش هتخف ومش هترجع، ايه رايك بقى؟ ايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ انتوا مخبيين عني حاجه صح؟ انا حالتي خطيره. ها حالت هموت 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 صح؟ حموت. طيب يا زفت لما ارجع لك. مش لما ارجع لك. مش هترجع. لا برجع لك. ما تقعدش تقول كده بقى، ما تصعبش عليا يعني. ترجع. شغلي بيضيع. ابوك يا منور كرمته، هو ده اللي انا كنت خايف منه، ده اللي انا كنت خايف منه. الو السلام عليكم.
أنا اتبعت لي رسالة من النمرة دي إن أبوك لقى مقبرة فرعونية وتعالى أوام عشان تصرفها. أجيلكوا فين؟ يا سيدي والله عارف إن أنا الوحيد اللي اهتم وكلمتكوا، قول لي أجيلكوا فين؟ الفيوم؟ حاضر حاجة. حاضر مش هتأخر. غريب! أيوه! أيوه مظبوط إيه؟ تعالى عايزك في مصلحة. وإيه نوع المصلحة دي هالصبح؟ آثار. في رسالة بعتت لي دلوقتي إنهم لقوا مقبرة فرعونية وعايزين نصرفها. إيه دي؟ الرسالة اللي قال لك أبوك لقى مقبرة وتعالى الحق بسرعة عشان نصرفها؟ أيوه هي. أيوه أنت بيضحك عليك بالحاجات دي يا مصر بيه؟ ده أنا خالي اللي اخترع النصباية دي من يجي مليون سنة. يا سيدي عارف إنها نصباية، الرسالة دي أصلاً بتتبعت لي من 2006. طب كويس. هو إيه اللي كويس؟ غريب، ركز معايا وركز أنا نديه لك ليه؟ دلوقتي أنا اتبعت لي رسالة طالبين مني إن أنا أروح أصرفها في الفيوم. أنت بقى مش عايز تطلب مني حاجة أعملها أو تطلب مني حاجة ما أعملهاش؟ لا عايز. أيوة طبعاً. أنت متأكد إن العيال دي نصابين مليون في المية؟ أيوة. ولو رحت هناك هترجع من غير هدومك؟ أيوة. أنا بقى عايزك تروح. ليه؟ وتاخدني معاك. أنا نفسي أشوف الواد اللي بيبعت الرسائل دي ملامح أمه إيه؟ بيجيب الإصرار إنه يبعت الرسائل دي كل شوية إزاي؟ طب بلاش الإصرار، جايب الرصيد الكتير ده منين؟ غريب أنت ليه؟ إيه؟ انت مين؟ انا غريب. انت ازاي غبي كده؟ يلا يا غريب نروح الفيوم. ماشي. حاضر هروح. الهي يا ربنا يجعلك في كل خطوه خازوق يا سعدون. وليه السيره الهباب دي على الصبح؟